السلام عليكم صاحبي يال واكم حد غارسينا لو عياره قرتين وجعلان لها انو كبيرو كوخد ريال مدريد مانشستر يونايتد او اسكو ديارانيس ان اسكي يبيسو ستوك ماكتوميني بيش جانوري خولالكا سيده بوخدو اوغو سو باخاي ترتنغا يورو او لوغاداي يو لوريسن او حقيجيه اني ودا هادلين كوخد ليفربول جورجن كلوب سي اوغو بيري لها غرونكا انفيلد رود نو او تغ لها صاحب ديال نغو خسبتا نغو سو بير او بوخش رودات نغلا ميد نكون كرتيد حدي كترسن كوحدو كوبادا عكتا أرسنال ياسي بريرا وشيغي ان كوحدو جعلان لها ان وعيارو او كوري يوضا اي تاي كوحد ريال مدريد او سيدو كالو دولستاي جرون كيدا سنتيوغو برنابيو انو جعلان لها انو مر انكسو مغدو انكستو انو ولي كورتيغ ان كوحد ريال مدريد هندر اللاعب كاني ايا شيغي انو جعلان لها انو هلا فرصد وصور قلين ايسا انو تغو ريال مدريد تاسو اي كوحدي سارسنال كو كاني كرتني جمركا يتمادو ويريان كارسنال انكيتا ايا ورايسي وسي فورتو وحالقو ايدي كوحدو جعلان لان لها انو عيارو وحونا مركي بلسو بودر ريال مدريد انكستو ناديجي سجان ريسكو حل عياريت كان ودليي لبقو الميت كالانا عاو يكن اغضي كوبي تبانكي كولانا ووصفتي افري لباتن تركاني ايا وحو شاقي انك عيارس ترتنج جامين سيقا يكو قليسيجي سيأيهين وحو جعلان لها يدو حل عياريت كي سيقو ريو كسو موقان ايو ترتنج او اي كوحدي سار سينال كسو غيب كشي تضبصنا دود او اي كامغلين مركا اللي ايوغو وحكالي او شاقي انو جعلان لها ان كوحدي سار سينال كور تكتور ريال مدريد سيو قسو ديلو قرونك سانتياغو برنابي وحونا يري انيقو والي كما انان عيارين قرونك سانتياغو برنابي وحيين نقون لحيد قبرد مركا ايتمادو انان كوري مادو كوحد ريال مدريد وانا جعلان لها مستقبلك انان قايب كان اغدو كوحد سي انو متلو كوحد ريال مدريد ايا ولي هاي عياريان كوارك وقو عيارة كوحد ارسنال مركا ايتمادو ان كيتا صداوك لمانشستر يونايتد ايا قرشان اسينا اسكي يبيسو ستوك مكتومني كوحدوك بدا عاكتا مانشستر يونايتد ايا قو عميسي انا يبيسو حيد قرير ستوك لاك مركاسي ستوك ماكتومني مركو فرمو سوغا كالي يبسيق عيارتو ايدا حقاقاني هدو يما دا دلم معقولة او لغسو قد بيال لاعب كاني لحي لباتن جركاني او لبقو لو للي مانشستر يونايتد وقتي قيدارات كها عيارتي برينفورد ايا وحا او مركاسي عداد اسبادان كو هيا اريك تنهاج او كوري حيو انو سيو بوز جوكتا اما او اسكدير مركا لايقا حد قاني قاد كده حولك قران كي ستوغلان ايا كعاوي اي ان يوسو بحان يورو لباكو نفري لباتن اساقو صند كاني لباكو سدح يال لباتن دل كيسو او للي ليح قول تطبيع يارود او وصفتي ايا وحا او حقاقي دلب صدم مليان او جنيا كاسو قد بيسي كوحد او استيهام بالسي مقولي سندلب كاسي مان يونايتد oo la saxiixay Sofia Amrabat ayaa rumaysan inaan boos u helin Maktoumini oo qandaraaskiisa uu ku eegay xagaaga dambe balse ay Red Devils ka haysto 12 bilood oo dooq ah oo ay heshiiska markaas uu kordhin karto xidigaani sida ay warbaahinta Ingiriiska sheegayaan Manchester United kuma degdegayso inay bisha January ay iibiso Maktoumini hase yeeshee hadii ay helaan dalab macquul ah waxa ay markaas suuqa dhigi doonaan laacibkani Stoke Maktoumini ayaa kooxda koowaad ee Manchester United u saftay sanadkii 2000 tobaan waxaana fursadiisa koowaad siiyay Jose Mourinho oo ugu yeeray daayarta kooxda oo kulliyadani ka soo dilacsiyay ilaa haddana waxa uu u saftay in ka badan 200 oo ciyaarood oo dhamaantood tartamada oo dhana marka la eego kooxdiisa Manchester United Unitedna waxa la leeyahay waxa macquula in ciyaariyankan ay iska diraan soo kala loo risaanay ayaa xaqiijiyay inuu la wada hadlay maamulka Liverpool iyo Jurgen Klopp si uu ugu biiro kooxdaasi xidiga kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee loo risaanay ayaa xaqiijiyay inuu wada hadal la yeeshay Liverpool oo si weyn u doonayo waxaana sidoo kale telefoonka ka wacay Jurgen Klopp oo ay ka sheegsteen sidoo u tagi lahaa Anfield sano 72 jir ah ayaa ka ciyaaray hoyaalka Premier League intii u dhaxeysay 2016 ilaa 2020 oo uu ka tirsanaa Manchester City oo 45 milyan oo gini kaga iibsatay kooxda Schalke 04 hase yeeshee wuxuu dib ugu noqday dalkiisa oo uu kaga biiray kooxda Bayern Munich haddana ay Liverpool ugu gacan haatinaysa Premier League marka la eego laacibkan oo xil ciyaareedkii Saudi dhaliyay 7 gool 12 ciyaarood oo dhamaan tartamada u saftay ay Liverpool u aragtay inuu yahay bedelka ugu haboon Mohamed Salah oo ay doonaysa kooxda horyaalka Saudiiga ee Al Ittihad oo la filayo inuu taga xagaaga dambe Liverpool ayaa u qorsheeyay yahay inay la saxiixato Sane si uu ugu buuxiyo booska Salah waxaana uu laacibkan reer Germany hore u qortay inay wada hadleen Liverpool iyo Jurgen Klopp intaba ha wada hadallo ayaan la yeeshay iyaga Jurgen Klopp ayaa sidoo kale telefoonka iga soo wacay oo ila hadlay ayuu yiri Sane oo waqti si horeysay ba la hadlayay wargeyska Guardian si kastaba ha ahaatee heshiiska uu loo rasaani kula jira Bayern Munich ayaa waxa ka hadhay 2 sanadood waxayna wararka soo baxay maalmihii u dambeeyay ay sheegayaan inay kooxdiisa u bandhigayso heshiis cusub marka la eego xidigaani si heshiis cusub oo ay ugu saxiixaan isagana wuxuu rabaa inuu qayb ka noqdo kooxda Liverpool si bandhigiisa horyaalka Premier League uu dib ugu soo celiyo sidoo kale xulalka sida buuxda ugu soo baxay
tartanka Euro 2024 ayaa loo gaaday waxa meel xiiso leh maraya tartanka Isreebka tartanka Euro 2024 iyadoo ay xulal haatan xaqiijiyeen boosaskooda wareega gruubyada ilaa haatan xulalka ayaa xaqiijiyay boosaskooda waxaana haatan sugayaan kaliya in la gaaro isku aadka wareega gruubyada tartankani xulka Jarmal ayaa isagu si toos ah ugu soo baxay tartanka maadaama uu yahay dalka marti gelinaya tartankani xagaaga soo socdo xulalka Spain Stockland Turki ayaa noqday xulalkii ugu dambeeyay ee u soo baxay tartanka kulamadii ay xalay ciyaareen Portugal Franciski iyo Belgium ayaa iyagana horay ugu soo baxay tartankan todobaadkii hore kadib kulamadii ay badiyaan dhamaan marka la eego xulalka u soo baxay waa Jarmal Franciska Portugal Belgium Spain Stockland iyo Turki xulalka kalena waa la sugayaa hadaba hadii aad intan ila soo gaadhay saaxiib nagu soo biiro buuxi shuruudaha naga mid noqon kartid